إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. حديث متفق عليه، وهذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قال الترمذي رحمه الله: عامة من رواه قالوا 25 درجة، إلا ابن عمر فإنه قال 27، انتهى. وقد جمع بينهما بأن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. وقيل: السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسرية، لأن في الجهرية الإنصات عند قراءة الإمام والتأمين عند تأمينه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ومنها الاجتماع والتعاون على الطاعة والألفة بين الجيران والسلامة من صفة النفاق ومن إساءة الظن به. ومنها كذلك صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له وغير ذلك، والله أعلم. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعا فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. حديث رواه مسلم. عن عبد الله وكيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد الحسن. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حي هلا يعني تعالى. في هذا الحديث فيه دليل على وجوب حضور الجماعة لمن سأل النداء بالصلاة، لمن سمع النداء بالصلاة، وفي تأكيد طلب الجماعة واحتمال خفيف التعب في حصولها، وذلك أن الغالب على من كربت داره من المسجد أنه يقل لحاق الضرر به. وأما قصة عتبان التي في الصحيح فإنما سأل الترخيص عند وجود مانع من حيلولة السيل بينه وبين مسجد قومه مع ضعف بصره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. في هذا الحديث أيها الأحبة، هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، وفيه تقديم التهديد على العقوبة. وسر ذلك أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به من الأعلى من العقوب. وفي كذلك جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، وفي كذلك الرخصة للإمام في ترك الجماعة لمثل ذلك. قال البخاري رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن:
إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. وذكر الحديث وزاد في آخره: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد يعني عرقا سمينا أو يعني إيه لشهد العشاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حديث رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. السنة أيها الحبة يعني الطريقة، وليس المراد بها هنا التي دون الواجب في الاصطلاح. وفي الحديث وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأن من ترك ذلك فهو ضال والعياذ بالله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. رواه أبو داود بإسناد حسن. شبه صلى الله عليه وسلم استيلاء الشيطان على المنفرد عن الجماعة وتمكنه من باستيلاء الذئب على المنفرد عن الغنم. هذا والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إلي وعتادا إلى يمن القدوم علي، إنه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.